انت بتخري انت بتخري على الاحترام انا معك هذا احترام هلا احترام سؤالي هلا راس سكن هكذا زين شنو رايك شنو رايك بالمواقف العربيه اللي مع الفلسطينيين رسول الله بس بس والله عار عليك الله يهديك زين شنو رايك بالمواقف الدول العربيه ضد الفلسطينيين انا لست الدول العربيه انا شمس الدين لا الحكام العرب اللي انت اللي تقول عليهم ولا الامور والعدم الخروج عنهم طيب شنو رايك تخرج عليهم انت انا اريد اخرج على ابوهم كلهم خلاص اخرج اذهب زين اذهب طب الصراحه لانهم أنا لماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كم سنة هجرية رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل صلح الحديبية أنا ما جاوب أنا أتكلم مع معنى وسرة التوبة أنت الخروج هذا النهائي خروج هذا على الخورة والجواسيس ما في مشكلة اذهب إليهم اللي جالس هنا أنا راح أروح لهم لا عشر حبعت عليهم انا ساعدك ساعدوه والله ساعدوه والله والله انت كذاب ما تساعده انت شوف محمد انت تعيش في بلد في بريطانيا تساعد الصهاينه على لا ما نساعد الصهاينه بريطانيا ما نساعد الصهاينه كذبت انت اللي تساعد الصهاينه انت بدعوتك انت بدعوتك خليني افهم بريطانيا التي هي زارعه الصليبيه واليهوديه في فلسطين نعم هي وزرعت الحكام العرب كلهم حكام العرب كلهم عندهم هم يساعدون الصهاينة ليش بعد عندهم هاي أرض الله لا ما أرض الله ليش بعد هاي أرض الله إندونيسيا أرض الله إندونيسيا إيه بس هنا شوية فين على كلب زيك الجو إندونيسيا كلب نعم أنت كلب زيك وين أروح وين أروح إندونيسيا إنسان غير عادي كيف أواجه كلاب زيك اسمع يا محمد أنت تعتقد الحكام العرب طواغيت أم مسلمين جاوب على سؤالي قوت الحرب توقفت جاوب على سؤالي أنا سألتك أخي محمد جاوب على سؤالي نحن نريد الدين جاوب على سؤالي لا نريد غلبة بارك الله جاوب على سؤالي متى توقف الرسول في الحروب متى حروب يعني شنو يعني القتال يعني انت قلت لا مو لازم تحدد بالضبط جاوب على سؤالي انت قلت خلاص جاوب على سؤالي نرجع هل يجوز محمد عمل سلام هل يجوز قياس ترى داروا انتم صلح الحديبيه بالباكستان بفلسطين